أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله تعالى وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله
بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الشجاع بجماله حسنت حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلم.